نعلم إخواني إنه مقر الشيطان إبليس أفضل منطقة عنده في الدنيا اللي هي فين؟ الفاتيكان، بنسميها الفاتيكان. كل أسرار الشيطان مخزنة فين؟ داخل هذه البناية اللي هي الفاتيكان. هلأ إبليس يخرج ويصيح في جيش المهدي شو بيقول؟ لقد خلفكم الأعور في ذراريكم، يعني فين؟ هي الأعور في بيت المقدس وانتوا جايين تقاتلوا هون. فالمهدي عندما يسمع هذا الكلام ينتدب 10 فرسان من أقوياءه أو من الفرسان الأقوياء اللي موجودين عندهم حتى يذهبوا ويلتمسوا الخبر، هل فعلا الدجال ظهر في بيت المقدس ولا لا؟ ولم يكن المهد الأعور الدجال بعد قد ظهر في بيت المقدس، إلا أن الشيطان يعلم المواعيد، بيعرف ويكون قد تكلم وتوعد بهذا الوعد. ليه؟ عشان يتركوا إيش؟ روما ويتوجهوا إلى مكان آخر. فهو يبيع بيت المقدس في مقابل إيش؟ الفاتيكان، عشان يحفظ الفاتيكان ببيع بيت المقدس. فلما يصل الفرسان إلى هذا المكان يكون فعلاً الأعور شماله يحاصر هذا المكان، بيت المقدس محاصر من الأعور الدجال، لو بنى المسجد الأقصى بنيان المسجد الأقصى محاصر من الأعور الدجال. فيتوجه كل الجيش إلى هذا المكان بطريقة ما أو بأخرى لا نعلم كيف، ولكن يتمكن المهدي مع زمرة من جيشه إلى الوصول إلى المسجد الأقصى، المكان اللي احنا موجودين فيه. كيف ممنع؟ لإخواني قد يسأل سائل، هل بني إسرائيل بتكون موجودة هون ولا بتكونش موجودة؟ لأنه في اعتقاد عند البعض إنه بني إسرائيل بتكون انهزمت وبترجع كمان مرة مع إيش؟ مع الدجال من إيران أو أصفهان، يتبع الأعور الدجال 70,000 من يهود أصفهان. في البعض نقول لا، لا يجوز أن نعتقد هذا الاعتقاد، لأنه في ترتيبنا في فهمنا للأمور أول شيء بناخذ القرآن الكريم، ثم نأخذ أمور أخرى السنة، وبعدين إذا بدك تأخذ إجماع قياس اللي بدك إياه، وآخر إشي بتأخذ برأيك، آخر إشي شو بتأخذ برأيك. القرآن الكريم اللي هو أول الكتب تبعتنا يتكلم عن علوين لبني إسرائيل، الأول فإذا جاء وعده أولاهما، والثاني شو قال عليه سبحانه وتعالى؟ فإذا جاء وعد الآخرة، يعني الثاني الأخير. فما في إلا علوين لبني إسرائيل في بيت المقدس. العلو الأولاني نعلم مع مين كان؟ مع سيدنا سليمان. سيدنا سليمان حكم الدنيا وامتلك أقطار الدنيا كلها. والعلو الثاني شو يعني علو؟ إنك ترفع علمك على المكان وتكون الكلمة إلك. هلا من زمن سيدنا سليمان إلى سنة 47 لم يكن كلمة لبني إسرائيل على الأرض المقدسة، يعني لما دخلوها مع سيدنا أو في إبان، خلينا نقول فترة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام أو قبلها، كانت الرومان تحكم هذه المنطقة ودخلوها تحت إيش؟ تحت ظل الدولة البيزنطية في ذلك الوقت. فلم يرفع لبني إسرائيل علم على الأرض المقدسة إلا سنة 48. لذلك نقول أن العلو الثاني ابتدأ سنة 48 حسب فهمنا للقرآن. فإن خرجت بني إسرائيل بعد 48 من الأرض المقدسة لا رجعة لها، انتهى الموضوع. عشان هيك لا يجوز أن أعتقد أنه والله اليهود ممكن يطلعوا، عشان هيك المهدي بيدخل وبعدين بيرجعوا للمهدي. لا، نقول المهدي يتمكن من الدخول إلى المسجد الأقصى واليهود تحكمه تحت حكم اليهود، يتمكن بطريقة ما، لربما معارك، ربما يعني أنفاق تحت الأرض لا نعلم، ولكن يتمكن من الوصول إلى هذا المكان. هلا لما يصل إلى هذا المكان بنعرف إخواني التتمة تكلمنا عنها، إنه عيسى عليه الصلاة والسلام يهبط على جناح ملكين ويحضر ويجتمع عيسى والمهدي في هذا المكان. فالمهدي يخوض 4 حروب. حرب السفياني هذه محسومة ربانياً، ما بتدخل فيها المهدي وما بكون المهدي قد بويع. أما المهدي فيخوض 4 حروب، الأول مع جزيرة العرب، الثاني مع فارس، الثالث مع رومية أو الروم، والرابع مع الأعور الدجال.
يعني آخر حروب المهدي ستكون مع جيش الأعور الدجال. ليش بكون مع جيش الأعور الدجال؟ لأنه الأعور الدجال نفسه مين بتكفل فيه؟ سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. فيتبقى جيشه أتباعه يتبعها جيش المهدي، وتحصل الملحمة الكبرى كما نعلم في بيسان أو في مرج ابن عامر، مرج ابن عامر في ذلك المكان، وينتصر المسلمون بإذن الله على جيش الكفار جميعها. ثم بعد ذلك كما نعلم أنه سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام سيكسر الصليب ويضع الجزية، ولن يقبل من هؤلاء بتاتاً أنه يتركهم على إيش؟ على دينهم. واحدة من تنتين، سيخير كل هؤلاء، واحدة من تنتين، إن إما الموت. وليش بيخيرهم في الموت؟ جزاء ما اقترفوه، مش والله إنه أنا إذا أنت إذا أنت أسلمت إيش بتركك، لا، الموت أصلاً أنت استحقت أن تموت لأنك فعلت ما فعلت قبل. ولكن إن أسلم شو برفع عنك؟ برفع عنك الموت، برفع عنك الدم. فسيخيرهم، سيكسر الجزية الصليب ويضع الجزية، ومن يدخل في الإسلام يسلم، ومن يبقى على دينه يقتل. فلن يبقى في هذه الدنيا إلا مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وستبدأ سنوات الرخاء، ويقسم فيها المال صحاحا. شو يعني يقسم فيها المال صحاحا؟ إن إذا جاء واحد فقير لا المهدي في ذلك الوقت وقال له أعطيني، شو بقول له؟ بقول له إليك بيت المال، روح أنت خذ اللي بدك إياه. حتى إنه في قصة علمنا إياها الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد الأحاديث، إنه أحد الأشخاص يذهب إلى بيت المال ويحمل أكثر من حاجته، يحمل أكثر من حاجته، وعندما يخرج يعني يندم على إنه حمل أكثر من حاجته، ويعود للمهدي شو بقول له؟ بقول له أنا بدي أرجع الزيادة. فالمهدي يرفض أن يعيد الزيادة، بقول له أخذت، انتهى الموضوع، ما في إنك ترجع. فبتصير المنع إنك ترجع، والسماح إنك إيش؟ إنك تأخذ. هذا سيكون الحال، سينتهي الظلم وسينتهي كل شيء بإذن الله. هلا لو سألنا إخواننا بدنا نكمل يعني القصة من نفس السؤال، كمل القصة، يعني سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام مكثه بعد نزوله بعد 33 اللي رفع فيها كمان 40، يعني قديش بيصيروا عند موتهم؟ 73. الله يجزيك الخير، يعيش سيدنا عيسى كمان 40 سنة هون. في هاي الفترة يعني سيشهد سيدنا عيسى خروج يأجوج ومأجوج، خروج يأجوج ومأجوج، يعني ستنتسل أو ستخرج يأجوج ومأجوج من حبسها، وستحضر إلى بيت المقدس وتحاصرها الأرض المقدسة، وتنتسل إلى داخل الأرض المقدسة حتى تقتل من فيها. ولربما إخواني كان هذا الأمر، يعني نسأل ليش يأجوج ومأجوج اختارت بيت المقدس بالذات؟ نقول لربما والله أعلم أن من حبسها، من حبسها هو مين؟ مين اللي حبس يأجوج ومأجوج؟ نعرف مين اللي حبس يأجوج ومأجوج في سورة الكهف؟ ذو القرنين. لربما كان ذو القرنين الله يجزيك الخير هي صفة من صفات سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام، يعني كان قادر إنه هو من خلال بساطه أو من خلال الريح ينتقل إلى قرن الدنيا الأولى وقرن الدنيا الثاني، فنقول الله أعلم. فإن كان سيدنا سليمان هو من حشر يأجوج ومأجوج، فيكون خروج يأجوج ومأجوج أولا شو بدهم ينتقموا من مين؟ من مكان خروج سيدنا سليمان، لذلك يحضروا لبيت المقدس إلا أنه يكون فيها سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، ويحرز من فيها إلى جبل الطور. جبل الطور الغالب أنه بيأخذنا إلى سيناء ويحرزنا في ذلك المكان. وللعلم إخواني يعني من يقتل يأجوج ومأجوج اللي بيكون بطريقه، أما اللي بيكونش بطريقه لربما يسلم. فنعلم أنه يأجوج ومأجوج تقتل كثير من الناس، ويقولوا قتلنا أهل الأرض تعالوا نقتل أهل السماء، ويبدأوا بضرب السهام فين؟ إلى السماء، وتعود السهام مخضبة بالدم، يعني هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى يرسل عليهم ماء
بطريقة ما وجراد ودواب أو نوع من الحشرات يقتلهم عن بكرة أبيهم، فيهلك أو تهلك يأجوج ومأجوج في حياة سيدنا عيسى، وتستمر حياة سيدنا عيسى بقيتها إيش؟ رخاء، ويستمر الرخاء مع سيدنا عيسى، ويموت سيدنا عيسى على عمر 73 عام، ويدفن وقبره الآن جاهز جنب الرسول عليه الصلاة والسلام، بجانب الرسول يدفن في ذلك المكان. ما أن يموت سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام حتى تنقلب الأمور رأسا على عقب، ترجع الأمور لفين؟ زي ما كانت قبل سيدنا عيسى، ويبدأ الكفر من جديد، ويبدأ الإلحاد من جديد، ويبدأ المكر من جديد، وتظهر شخصية اسمها ذو السويقتين. هاي الشخصية شو بتيجي؟ تأتي وتهدم الكعبة حجر حجر بمعول، وفي عنده معول أو بطريقة ما بهد كل الكعبة، وما أن تهدم الكعبة بقليل حتى تطلع الشمس من مغربها، لأنه الكعبة دلالة على ظهور أو وجود الإسلام، الأقصى دلالة على صلاح الإسلام، الكعبة دلالة على وجود الإسلام، فأن تهدم الكعبة معناه الإسلام انتهى دوره، فتطلع الشمس من مغربها وتغلق باب التوبة، يعني المسلم مسلم والكافر كافر، ثم يرسل الله سبحانه وتعالى دابة تسوم الناس على جباهها، إما مؤمن أو كافر، يعني بتعلم هذا مؤمن هذا كافر، خلاص بنقسم الناس لقسمين، يا مؤمن يا كافر، ثم تأتي بعد ذلك ريح تقوم بقبض أرواح المؤمنين جميعها، يعني إحنا دورنا في الدنيا خلص، ولا يبقى في الدنيا إلا لكع ابن لكع، يعني الكفار فقط، بيعيشوا الدنيا زي ما بدهم، بيسووا اللي بدهم إياه، وما أن يعني يخلصوا من هذه الدنيا حتى تقوم عليهم الساعة بأهوالها، يعني أهوال يوم القيامة إحنا شو بنشوف منها؟ ولا أي شيء، لا يرى أهوال يوم القيامة إلا الكفار ولله الحمد، أهوال يوم القيامة مقصورة على الكفار. هذه إخواني يعني بعجالة الإجابة تبعت هذا السؤال، في حد عنده سؤال ولا ننتقل للسؤال اللي بعده؟